نقولوا مع السيد الحاج محمد راوراوا، هذا مدرسه في التسيير. ناس اللي ناس هاك الناس الموند كامل استفاد منه، بصح حنايا لهنا عصابه حداد ما استفادتش منه، ما بغاوش الراجل، ما بغاوش، خاطر فرنسا قالت لهم هذا لازم توخروه لي، هذا راه غابني لازم توخروه لي، قال لهم وخروه، مش يوخروه هو اكثر، هو هاكو هاكو هاي اخرو، عارفها بلي غادي 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 تبيكي، خاطر علاه خلى لهم فريق، خلى كلش، بصح التسيير ما كاش تسيير، خلى فريق خلى كلش بصح ما كاش تسيير. اسمعوا معنا، بعيد ما باقي كاس العالم بعيد بالنسبه لهذا الموضوع، مش بالنسبه للتحضير، بالنسبه للتحضير بالنسبه لنا انا قلت لك انتهينا من التحضير، بالنسبه اللي يبقى التحضير الرياضي والذهني والتكنيك والتكتيكي للفريق، هذا ان شاء الله يتم في احسن الظروف، والمدرب في اخر خطاب للاعبين في مختلف الاجتماعات اللي كانت في سيدي موسى ألح عليهم على انه رايحين لكاس العالم باش نسوق باش نعمل نتيجه باش نسوق ثاني الحاجه. شوف باش راني نشكر فيه ولا راني استهزاء بهذا، بصح والله ما تلحقوه في الريحه تاع تقاشير، والله ما تلحقوه، والله العظيم كيما ديروا كاع. شو رؤساء نوادي، رؤساء رابطات، رئيس اتحاديه، رئيس الرابطه، به بالاخر تاعو اللي ما والله ما تلحقوه، والله في الريحه تاع تقاشير تاعو والله ما تلحقوه، والله ما تلحقوه، انا نقول لكم والله ما تلحقوه في الريحه تاع التقاشير تاعو. جايين في الجزائر تلعبوا بها رجاله كيما هذو، مخليينهم جايين جايبين ذراري يلعبوا الجزائر، ذراري خلونا داهيه ولد عمي حاجه كبيره، جايبين انايا جايبين لي زبل، انايا جايبين زبل، خلينا راجل سبع، خلي سبع الرب العالي سبع، بنادم يمشي في الدراهم تاع الفيفا، بنادم يمشي في الدراهم تاع الفيفا، يمشي في العرب، يمشي في كلش، وزيد يمشي لك اي رب العاليه. اه يا صاحبي اه يا كنت نحكم كان صعبها شويه، هو في التصريحات عليها مش القرعه في البرازيل صعبها علينا شويه، قال موش ما سمعتش اسمع له لا اسمع له وما تطمعوش كثير، وكانه يقول يعني بزاف عليكم انكم تاهلتوا. اسمع لا لا، وهذا هو يقول اليوم هذه الغلطه، هو يقول هذا خطاب للبرا، وعنده خطاب ثاني داخل غرفه الملابس، عنده خطاب البرا وعنده خطاب داخلي تاني. فعلا الخطاب الداخلي ليس هذا الخطاب نهائيا، وطبعا من شهر ديسمبر إن كانت القرعة إلى يومنا هذا الخطاب تغير والطريقة تغيرت والمعاملة تغيرت، والحمد لله الأمور تمشي على أحسن ما يرام. يعني إذا كان فيه مهلة، يعني آخر مهلة اللي ممكن تمدد له أنه يجاوب يروح أو يبقى؟ عندنا الوقت الآن. قلت لك احنا خدينا احتياطاتنا، وان شاء الله مهما كانت الظروف الفريق ما اللي مهم، احنا بالنسبه لنا الفريق ما يبقاش بدون مدرب ما بين كاس العالم وبدايه الحاج، احنا قاعدين بالك من شهور لمدرب، يكون انه الفريق يعني نكسروا هذا النحس هذا، نتجاوزوا الدور الاول ان شاء الله في البرازيل ان شاء الله. هذا يرجع للعامل الرياضي، هذا احنا بالنسبه لنا قلت لك اليوم حتى هو المدرب يقول عمره ما كانت امكانيه اللاعبين اللي شوف نقول لكم شو شهدر، قال له اعطينا رايك زعماك شنو ديروا، قال له تبقى في عند اللعاب، المدرب يهدر، المسؤول يهدر، صحيح تبقى في الميدان، قال لك في اليوم الموعود الميدان هو اللي يهدر، الميدان كي يهدر لازم يكون عندك مستوى اول. انت شخصيا بذلت مجهود كبير في انك تجيبهم، لما نتكلم على بالفضيل او شو. او تايدر او بودبوس، ربما هو مش عطي نفس الاهميه اللي انت كنت شوفوا اليوم في تعرفوا التسيير كيفاش كان يجلب في اللعابه، سمعوا تشوف مليح كيفاش كان يجلب في اللعابه، بذلتها باش المنتخب يستفيد من التكوين تاعهم اللي تلقاوه في الغرب. اولا المعركه ما بداتش، لان انا نسميها معركه تجيب لاعب من فرنسا ليقلك، المواطن الجزائري صاحب الجنسيه المزدوجه للعب لبلده الجزائر، بدات في الحقيقه قبل الباماس، بدات في 2003 كنا اشتغلنا على اساس نغير القانون الاول، إذا تشفى والإخوة المختصين واللي يتابعوا
هذا هذه هنا عجبتني انا. سمعت شو سمعت شو كيفاش الناس تاع الفيفا كان هذا الراجل الحاج تعب باش كون فريق وبجي بكامل نهوي مع ما يخرج من فمي يجي يهدر في هذا. زين عامر يهدر في ذا، مصطفى معزوز يهدر في ذا. هاك شو ها رجال يجيب بهلول يهدر في الحاج، بهلول يهدر في الحاج، سعداوي يهدر في الحاج، شوفير يهدر في الحاج، الزبل يهدر في الحاج، تم يوتيوبر يبغي يهدر في الحاج مشي طايق يقول لهم لا 2014 تاعي لا 2014. في 2002 لاعب يختار جنسيته الرياضيه لما يكون في عمره 17 سنه. اسمع خويا، يعني بعد 17 سنه الا ما اختارش يبقى يلعب للفريق اللي هو العام اللي كان صغير. لكن الشرط الاساسي هذه اللي ينساوها الناس والمختصين، اي واحد يغير جنسيه الرياضية باش يلعب لبلد من الجنسيتين اللي يتمتع بها لازم يكون صاحب الجنسيتين من الازدياد من الأساس. لأنه قانون الفيفا اليوم المادة اللي تخص خاصبك وش يعرفوا تاع تغيير الجنسية الرياضية. هل شو كيحكيها النهار تاع ديلور زاتشي والإدارة تاعهم على بالهمش باللي كاينة جنسية رياضية، يروح يبدل الجنسية الرياضية ما كاش على بالهم بها. جاو قلبوا له الدوسي هنا حطوه، بيبغاو يديروا رسلوا القائمة، قالوا لهم لا لق الجنسية الرياضية، رسلوا القائمة للاتحاد الإفريقي قالوا لهم هذا لق له الجنسية إفريقية الجنسية الرياضية. تعالوا بيرسلوا مكاشي. وأنا نتحداكم اليوم اللي الراجل فيكم يروح عند ديلور يقول له شكون اللي خدم لك كوارتك في لاسويس، إلا ما يقول لكش الحاج محمد راوراوا. هذا التغيير الجنسية لازم يكون باباك ولا يماك قوانين فيها الجزائر جزائريين، أو جدك أو جداتك تكون جزائرية، أو تكون عشت 5 سنين قبل بعد 18 سنة متتالية في هذا البلد مع عائلتك وأختيك الجنسية العادية. اسمع صحيح. يبقى قوانين أنه إحنا بالنسبة لنا هذا كان ما كانش يتبق. فالأول معركة اللي قمنا بها في الحقيقة في 2002 و2003 ونحلت في مؤتمر الفيفا بتاع الدوحة هو أنه رفعنا السن من 17 إلى 21 سنة. فصبحوا اللاعبين يختاروا 21 سنة، وكنا احنا اول مستفيد من هذا القانون، لانه عن طريق يحيى اللاعب الدولي الاول اللي استفاد منه عالميا هو عن طريق يحيى. عالميا الوحيد الاول اللي استفاد منه عن طريق يحيى، وجبناها اذا تتذكر الفريق الاولمبي اول مباراة لعبها في البليدة في تصفيات الاولمبياد، وانا متذكر انه كان يلعب طبعا هو في الدفاع وسجل ايضا هدف في تلك المباراة. هذه المرحلة الاولى. ثم المرحلة الثانية نظرنا على اساس ان نحيل هذا تحديد السن، يعني واحد حر يختار تغيير الجنسية في الوقت اللي يراه نافع بالنسبة له. في الورقة اللي قدمتها أنا للمؤتمر قلت احنا نتمتع بالحرية الاختيار في كل دساتير في كل بلداننا. يعني أنا اليوم في الجزائر الدستور يمنع نتمتع بالحرية الكاملة في اختياري، يعني عندي الحرية الكاملة، نحب ندير هذه ولا ندير هذه حقي. يعني واحد قانون عنده جنسيتين يحب يلعب للجزائر وما يلعبش لانجلترا ولا لفرنسا ولا لألمانيا من حقه، ما تقدرش تنحيلوا هذا الاختيار. كل حاجه المشكل مش هنا، يعني القانون بالعكس نكمل لك هذا باش ممكن حتى المشاهدين يفهموا. فهذا السقف اللي كان دعوه 21 سنه شلناه في الباماس. الان اي واحد ممكن يغير الجنسيه مهما كان الزمان ومهما كان عمره، بشرط انه يتمتع بالشروط اللي كنت ذكرتها من قبل. المشكل لحد انه حاسين انه ما كانش انسجام بينك وبين المدرب في الموضوع هذا، انه تشجيع
هذه الكفاءات اللي قاعدين نجيبوها بالقانون هذا ونعطوا لها الفرصه تاعها، ومثل الجيل تاع 2010 اللي نجحوا. اسمع احنا كاتحاد كيفاش قال لك وفرت؟ قال لك كنت نوفر اللعابه للونترينر وخلوا له خيارات، نوفر له نجيب له وخلوا له الخيارات. احنا شفنا بن طالب اللي كان هما ممكن ما يعرفوش، لما نشوف لاعب بارز نبدا نتابعه، ولما نشوفه وصل وقت انه ممكن الناديه يكون في مستوى الفريق الوطني نقوم بعمليه التواصل معاه باش نجلبوا للفريق الوطني. لما يكون في الفريق الوطني ويدخل في قائمة اللاعبين الممكن استعمالهم في الفريق الوطني يصبحوا تحت تصرف المدرب. المدرب لديه الحرية الكاملة لنداء أو شو كيفاش كان يجيب المدرب ويخليه يختار في غرضه، يجيب له الوفرة ويخليه يختار لاعب، يختار 23 في غرضه. حتى مكاش هنا مكاش جا دار مكاش، كاين 14 جوار. حنا كيما هكرنا نهضروا كاين 14 جوار، كاين حاجه واحده اخرى مازلنا ما شناهاش. انا كيما راني نهضر انا كاين 14 جوار 15 جوار مكاش موراها مكاش. الحاج خلى 40 لعاب بالوثائق، خلى 40 لعاب بالوثائق. شو كيفاش باش خدم باش لونترينر اللي جا ولا يخدم، ماشي واش ما جا ولا يطرد وكلش. بصح كي جا بالماضي كان انتيليجو، عاود رد كاع الغاشي خدم معاهم مدة 23 اللي يصلحوا، راح جاب بهم كوب دافريك. كان انتيليجو شو الناس كي تخدم صاحبي. فتا جملها مليح زومين الاول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنة الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زادشي يدي 1000 هكتار. لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زادشي يدي 1000 هكتار، زادشي يدي 1000 هكتار، زادشي يدي 1000 هكتار، زادشي يدي 1000 هكتار، يدي 1000 هكتار في الـ في الـ في الـ في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وأم الزبوج. الرشة وأم الزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم هنا يجوا يدوا الأرض ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا يدوا الأرض ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.